هل انتوا جايين عشان كنتوا قلقانين على الرئيس ولا جايين عشان احنا معاك في الوقت ده؟ الرئيس بتاعنا ما بيخافش. احنا قلقانين على مصر. والرئيس السيسي هو مندوب مصر، هو مندوب كلمتنا، فاحنا بندعم السيسي عشان بندعم كلمتنا. السيسي شخص قوي، فاحنا كنا محتاجين الشخص اللي يوصل كلمتنا. احنا مش انتوا جايين تشدوا على ايده مصر. احنا بنوصل كلمة مصر. مع احترامي للشخص السيسي، احنا بندعم شخصية رئيس الجمهورية، رئيس دولة مصر. رئيس دولة مصر اللي هو اختيار المصريين، اختيار المصريين من أول ما نزلوا له. خد بالك يا أستاذ أحمد، مين قال للناس انزلوا لي؟ الناس نزلته بالملايين غير الرئيس السيسي، مفيش. احنا جايين لرئيس مصر، جايين لمصر، مش جايين تبع تنظيم، احنا جايين تبع دولة مصر اللي عمرها 7000 سنة. وتحيا مصر. ولا حزب ولا حد وجه مصر بس. مصر بس. مصر.